أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2020. وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور خالد الفاضل في بيان صحفي إنه فازت بالجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات الدكتورة انتصار الهتلاني، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت. وأضاف الفاضل أنه في مجال العلوم الطبية والطبية المساعدة فاز بالجائزة مناصفة كل من الدكتور ميثم خاجة، أستاذ مشارك ورئيس قسم علم الأدوية والعلاجيات في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، والدكتورة وضحى الفوزان، الأستاذ المشارك في قسم علم الجراثيم بكلية الطب في جامعة الكويت. وذكر أنه في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز بالجائزة الدكتور فيصل أبو صليب، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. وبيّن الفاضل أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي رافقت جائحة كوفيد-19 فإن لجان التحكيم الخاصة بالجائزة أنجزت مهامها، معربا عن الشكر للجهود المخلصة التي بذلتها تلك اللجان في جميع مراحل التحكيم. وأعرب عن تمنياته للفائزين بتحقيق مزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرقة للأكاديميين الكويتيين في عطائهم المعرفي ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.